هذا وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أن استضافة هذه القمة في مملكة البحرين ما هي إلا رسالة سلام ومحبة وفرصة كبيرة لتعزيز التضامن العربي وإيجاد حلول لمختلف القضايا والتحديات. أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها 33 هي رسالة سلام ومحبة وطاقة أمل وتفاؤل للشعوب العربية، وهي فرصة مواتية لتعزيز التضامن العربي وإيجاد حلول جذرية وواقعية للأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة. العنوان الأبرز لقمة البحرين تنشين مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، قام على مسارين اثنين، أولهما القدرة على مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وثانيهما التعاون في مجال التنمية المستدامة بمختلف روافدها للحاق بالركب العالمي. وبالتالي قمة البحرين التي نعتبرها قمة استراتيجية والتي تأتي استكمالا لنجاح قمة جدة التي تميزت بمتابعة تنفيذ القرارات، ونتوجه هنا بالتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية على رأستها الناجحة والفاعلة للدورة السابقة. تأتي قمة البحرين في ظرف إقليمي ودولي حرج، تتعامل مع ملفات شائكة ومعقدة، ولعل في مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تأزم الأوضاع في السودان، في ليبيا وفي اليمن، ومحاولة تقويض الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية نتيجة نزاعات داخلية، بالإضافة إلى خطر الميليشيات المسلحة التي زادت من وتيرة الإرهاب وتهديد للأمن الإقليمي. العنوان الأبرز والأولوية لدى العرب هي الحرب على غزة وتداعيات ذلك، ونحن في مملكة البحرين لم نكتفي فقط بالتنديد بنكبة غزة، وإنما تعمل المملكة بالتعاون مع الأشقاء العرب للنظر في كافة الحلول الممكنة لوقف الحرب فورا، لتأمين المدنيين ولإيصال المساعدات الإغاثية. ولذلك قامت مملكة البحرين بتقديم مبادرات ستعرض على القادة يوم الخميس بإذن الله، ستخدم إن شاء الله القضية الفلسطينية والشعوب العربية.